الراعي الفضي والناقل لهذا الحفل فضائية الرشيد، فليتفضل من ينوب عن فضائية الرشيد التي تنقل بشكل مباشر هذا الحفل لأول مرة في دورات الهلال الذهبي. الأستاذ عمار العزاوي مدير إذاعة الرشيد، أهلا وسهلا بك. مساء الخير، أحيي كل الحضور، شكرا للحاضرين الكرام، شكرا للأستاذ حيدر النعيمي على هذا المهرجان الكبير، شكرا للأستاذ جبار جودي على دعم هذه المهرجانات، وإن شاء الله أتمنى لكم أمسية سعيدة.